السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف موقع اسمه داركس، وفي منه تطبيق على الموبايل. طيب هو في حاجتين، في حاجة اللي هي الفري ان انت تقدر ترفع الموديل بتاعك وتشوفه بشكل جميل جدا، وفي حاجات تدفع فلوس وتبقى ابجريد، هنشوفهم مع بعض. طيب الفري بتشوف المبنى بتاعك 3D وتقول له ممكن انا عايز اشوف الروف بس، او عايز اشوف الحاجات 2D، هيت اي حاجة تدوس عليها هيبدأ ان هو يفتحها لك. تمام، ممكن تفتح سكيشن. تمام، طيب تعالى نشوف دوت الاليفيشن السلاب، ممكن تشوف الكومنتات لو في اي حد كاتب لك كومنتات، حد بيشتم ولا حاجة، ممكن تقول له لا ده انا مش عايز كومنتات. طيب ممكن تقول له انا عايز اضيف انا كومنت من عندي. تمام، تكتب الكومنت اللي انت عايزه، هل هو اكتف ومين المفروض يجاوب عليه والتايتل والديدلاين. ممكن تعمل بوك مارك ملحوظات، بوك فلاتر، ممكن تقيس في 2D او بوينت تو بوينت من هنا لهنا، ممكن تعمل زوم، ممكن تعمل 3D سيتنج تظبط الاعدادات مثلا هاي كواليتي، ده لو انت عندك كويس. ممكن تشوف كل الكومنتات من هنا. طيب الكونستراكشن بقى بنلاقي فيه حاجات اللي هي 360 فوتو، ان الصوره بتلف حوالينك تشوف كل حاجه فيها. تمام، اوجمانتد رياليتي اللي هي من خلال الموبايل بتشوف الحاجه قبل ما بيدمج الحاجه اللي موجوده في الواقع مع الحاجه التصميم اللي هو على الكمبيوتر. وفي اكشن بوكس او بوكس كات بالشكل دوت، في فلاتر، ناس بتراك فلاتر في الكلام. تمام، في ليزر تقدر انت تقيس من خلال الليزر. تمام، في الموقع نفسه تقدر انت تقيس، في اوفلاين موبايل، في بوينت كلاود مكان موجود وانت بتحوله لموديل 3D بجودة عالية. طبعا احنا جربناه كتير لكن بتبقى الجودة قليلة لانها مجانية. طيب في حاجات بقى خاصة بالايشيو مانجمنت، لو انت ماشي في الموقع شفت اي مشكلة او في الموديل شفت اي مشكلة تقدر تعمل RFI. طيب في اوفر رايت، اوفر فيو، واناليسيس، واناليتيك، يحلل لك المشروع كله. في حاجات خاصه بالكواليتي كنترول، انسبكشن بلان، بتشوف بقى هي المشكله دي نوعها ايه، تيست بلان، وتقدر تطلب نسخه تجريبيه. في حاجات خاصه بالديزاين، فايل مانجمنت، تقدر تشوف الحاجات في التندر، الكيو ار كود، وتقدر ان انت تشوف الكومنتات والبابليك مارك اب. وفي حاجات خاصه بالفاسيلتي مانجمنت، الاسيت، اداره المشروع بعد ما يخلص، اس مانجمنت لوج، ليزر تولز، او سي ار، اوتوكيل كولكتر ريدر، بحيث لو شفت اي حاجه اوتوماتيك يحولها لك اللي كلام مكتوب وورد. فهو في شوية إمكانيات حلوة، إن شاء الله نطلب نسخة تجريبية كده ونجربه بإذن الله.